السلام عليكم، نرجع مع فاينل فانتسي نكمل. ما راح نقاتل قلقامش الجزء الثاني او نقاتل عادي، لكن لازم يكون عندك مفتاح ال هني المكان هذا لازم يكون عندك مفتاح سايت 11 اللي تلقاه عند الرجال اللي في فون كوست، ولازم تكون الانتلون هانت خلصته اللي هي ايوه انتلون افكشن، هذه رقم 37 لازم تكون خلصتها زين، ويكون عندك مفتاح رقم 11 عشان تدش يعني. الصناديق اللي هنا راح ناخذها ان شاء الله كلها باب الموت. اوكي بعدين نكمل. نكمل من هنا بعدين نرجع حق المرحلة الأخيرة مال بورو، ما ادري ايش اللي جايبهم هنا. زول كروس بليد اوكي ويموت، وكان في شيء هنا اتوقع ان هذا وحش معين. اوكي نكمل من هنا. جولدن سكايلوب نرجع من هنا. هنا الطريق انفتح اتوقع. لكن حنا بنكمل من هني. البوابة هذا راح تنفتح، اوكي احسن. اوكي شكالي نقسى ومينا ما اخذناهم لحد الان. اوكي
نكمل. اوكي طبعا وحوش جديدة من الان، ورايح في وحوش جديدة فندير بالنا. في صندوق هنا بالنص، إذا انتظرنا شوي ممكن يطلع وحش معين. والله ما أدري إيش. ما في إلا. أيوة. رقم مسكر. أوكي. رجع الثيف كفز. رقم مسكر موجود اتوقع هني. ايوه رقم مسكر. في وحش هني راح يطلع اذا ما انا غلطان، يطلع هني، يبي له وقت عشان يطلع. هذا يطلع لنا البلاك ياجي يولد اللي هو البلاك بومب، يبي له شوي صبر عشان يطلع. هذا هو طلع. لما يطيح منه، شوف هذا إذا يطيح منه شيء وهو ولا شيء ثاني. هذا هو يا قوي وقو بليد. ممتاز جدا ممتاز. صرنا موجود هني المنطقة هذه، ما هو ايوه شوفني يا جول. يعني بس زين نكمل.
أخذنا أول مرة من أول محاولة الحمد لله. الوحوش القادمة شوي قوية لازم تكون جاهز لها. وفي وحش عنيف جدا قوي اسمه دسمة موجود لازم تكون مستعد. يعني إذا أنت ضعيف ما أنصحك تدش هذه المكان الأقوياء. وفي أماكن سرية كثيرة. زين خلنا ندش مكان عشان ما أضيعكم. راح أفتح الخريطة أو بدون خريطة. كل مكان بزاوية نفس هذه أو غيرها مليان صناديق لازم تأخذ كل الصناديق. أوكي حتى هني اللي بالنص شوف ابحث عن الصناديق. خلنا نشوف المكان فوق. دور على الصناديق هني لا تستعجل كل مكان الدشة دور على الصناديق. ريكتريس طبعا هذا اذا ماني غلطان مسدسات اللي هي هني. موجود عندنا. اوكي هذا راح تودينا مكان ثاني. في طريق من هني في مرحلة هني في مكان هني. هني سوري ايوه هني. شوف وين رحت انا المكان السري هذا عشان شكل خريطة مهمة. راح نرجع للصناديق. اول شي نخلص من هني. طبعا الصناديق هذه الملونة واضح جدا انها افخاخ واضح. زين خلنا ناخذ الصناديق العادية اول شيء. وين الوسكر؟ وين الوسكر؟ اتوقع انه هني. هذا هو موجود حق. ففي اسلحة قوية للشخصيات. وين الوسكر على طول؟ ونبتدي الحين عاد ناخذ الصناديق هذا. جهز الصناديق كلها فيها وحوش. فيها عناكب. خلنا نغير الجامبت هني. و
اللي ديسيبل. لا خلي القامت هني ونخليه ديسبليجا، وبعدين نخليها فوق هني كبداية عشان اي وحش يطلع لنا على طول ديسبليجا. خلصنا من هذي. اوكي نرجع الان حق الصناديق اللي في المرحلة الاولى. نرجع الآن إلى مكاننا الأصلي عشان نكمل رحلتنا. ننزل تحت في أماكن ما كملناها هني اللي هي تحت. فوق خلصنا، تحت ما خلصنا. هذا الطريق من الصعب مفروض كان يجون هنا الأول. ما عليه جتيجا موت، وهذه خريطة الموقع. الآن نروح للمكان الأخير.
في طريق يسار، لازم اروح فوق. طيب اروح فوق. هذه المرحلة الأخيرة، هذا سكاتشي واحدة من أقوى الضربات. سكاتشي موجودة، هذه نفس ما قلنا في المقطع. أول شيء نحفظ اللعبة ومعانا ريدس كذلك. زين نحفظ ونكمل المعركة الثانية، الجزء الثاني من معركة جلجامش في المقطع الجاي إن شاء الله.